بعد إحيائها لعدة حفلات في دمشق، فرقة مسال كوارتيت الروسية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية لتقدم مقطوعات موسيقية منوعة من موسيقى الجاز. هذه الفرقة هي رباعي مسالة، من اسمها واضح أنه هذا خليط التيارات والأنماط الموسيقية، مثل خليط البهارات مسالة، وهناك طعم روسي، طعم هندي، طعم شرق الأوسطي وغربي طبعا. اليوم سنقدم لكم الموسيقى من تأليفنا، من تأليف أعضاء الفرقة، وموسيقى ارتجالية التي تضم مختلف الثقافات القومية من روسيا وخارج روسيا. هو أول مرة في سوريا، قال أنه تعجب من هذا البلد كثير وتحبه ويريد أن يبقى لأنه بيحب الناس اللاتفين وطبعا الأكل السوري وطبيعة، وأنه هنا دائما بالمقارنة مع موسكو جو دافئ. إلهام إبداعي يقدم عبر مقطوعات موسيقية يخلق جوا من التفاعل بين الجمهور بتقاطع ألوان الموسيقى وأنغامها. اليوم في عنا فرقة مختلفة تماما، هي من أهم فرق الجاز في جمهورية روسيا الاتحادية. هاي الحفلة تأتي برعاية وزارة الثقافة ضمن الإطار التبادل الثقافي بين دولتين صديقتين. الموسيقى هي وسيلة تواصل بين بلدين، نشر فكرة جديدة. نحن بحاجة إلى كشباب والصبايا، حتى كحضور أطفال اليوم كثير ملفت للنظر، لأنه شيء ممتع وحلو بيوطد العلاقات الثقافية بين البلدين. سوريا وروسيا هن جسر التواصل ومحبة وطفولة وسلام لكل العالم. هي لغة مشتركة لجميع الأمم، وتسعى من خلالها الفرقة إلى نقل الثقافة الروسية وتقديمها بشكل معاصر.